مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا الأستاذ محمد مكرم المتخصص في الشؤون الآسيوية. أهلا بكم أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ إجراء الفلبين لاستفتاء لمنح المسلمين حكما ذاتيا بعد أزمة طويلة في إقليم مورو؟ مساء الخير، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة أن الاستفتاء الأخير لا يشكل حلا لأزمة مسلمي الإقليم فقط، بل هو يشكل حلا لأزمة مزمنة للدولة الفلبينية. فبهذا المعنى المصلحة هي مشتركة ما بين الأقلية المسلمة في الجنوب وما بين الدولة التي تريد أن تتفرغ لإنماء الاقتصاد والنهوض بالبلاد. طيب، الأغلبية صوتت بنعم في الاستفتاء للحكم الذاتي، برأيك كيف سينعكس هذا على أوضاع المسلمين هناك؟ هذا الأمر كان متوقع حقيقة، أن الاستفتاء على مرحلتين. المرحلة الأولى كان متوقع أن تكون النتائج شبه إجماع، وهذا ما حصل. المرحلة الثانية راح تكون في 6 الشهر القادم، 6/2، والنتائج هناك ممكن تكون مختلفة بعض الشيء. أعتقد أنه مرحلة الاستفتاء وما بعده تمثل مرحلة تاريخية في حياة إقليم مندناو، مورو عموما، لأنه ينهي فترة طويلة من ضياع الهوية. والسبب في ذلك أنه كما تعلمون تاريخيا هذا الإقليم بعد أن كان دولة مستقلة، بل مرحلة من المراحل كانت تسيطر على كل أرخبيل الفلبين، تحولت إلى منطقة المسلمون أهل المنطقة فيها أقلية بالنسبة للهجرات المتتابعة للكاثوليك من الشمال، وبالتالي هناك قضم مستمر لحقوق المسلمين. الاتفاق يثبت الوضع المسلمين في إقليمهم وفي حقوقهم. في ذات الوقت هناك مناطق أخرى تطالب بالانضمام لإقليم بانك سامورو، وسينضم لها أو سينظم لها استفتاء الشهر المقبل. برأيك لماذا الآن تتصاعد أصوات المطالبات بالانضمام إلى هكذا أقاليم؟ الحقيقة أنه الذي يطالب بالانضمام هم المسلمون المقيمون في تلك المناطق، لأنها مناطق مختلطة بالأساس. ولذلك أنا ذكرت بأن النتائج لن تكون بصورة الإجماع الذي رأيناه في المرحلة الأولى. هذا هو السبب على الأغلب. طيب، هناك أيضا بالتزامن مع هذا الاستفتاء تعرض أحد المساجد لهجوم أدى لقتل شخصين. هناك الآن حالة أمنية شبه متوترة إلى حد ما. ما الدلالة الزمنية للهجوم وما الغاية منه برأيك؟ هناك أطراف متعددة ترفض الاتفاق. من الطرف الفلبيني هناك قوى في الجيش وفي الحكومة في النظام عموما ترى بأن منح بانك سامورو، إقليم بانك سامورو، هذه الاتفاقية سيشجع أقاليم أخرى على أن تذهب بنفس الاتجاه، وهذا سيمهد إلى عملية انفصال الأقاليم وتشكيل دول مستقلة في المستقبل. ولذلك هم متحسسون جدا لهذا الأمر، بالإضافة إلى معارضة الحزب الشيوعي ومعارضة الجبهة القومية ومعارضة التنظيمات الإسلامية المتطرفة. إذا هناك هذه الاتفاقية لها خصوم متعددون، ويعني أن تنجح هذا تحدي كبير في الحقيقة. إن اتجهنا إلى شرق آسيا وخرجنا من هذا الإطار لنتحدث عن وضع المسلمين في شرق آسيا بشكل عام، هذه الدول الآسيوية الموجودة الآن، هناك معاناة للأقليات المسلمة أو حتى وإن لم يكونوا أقلية للمسلمين الموجودين في بعض البلدان، الصين وغيرها. هل تتوقع أن مثل هذا الاستفتاء أو مثل هذا الحكم الذاتي الذي خرج لهذه الطبقة في الفلبين أن يمكن أن يشجع فئات أخرى من المسلمين على المطالبة بهكذا نوع من الحقوق؟ الحقيقة أنه المثال الذي ذكرته مثلا في الصين هو مختص بمنطقة محددة في الصين، ليس كل مسلم الصين عندهم إشكاليات مع الحكومة. الأمر الآخر أنه يمثل مثالا جيدا، أعتقد ذلك، يعني الكل يسعى لأن يكون هناك نوع من الاستقرار، لا تنمية اقتصادية، لا رفاه، لا إنجاز حقيقي بدون استقرار. ولذلك الدولة أيضا، هذه الدول معنية أن تصل إلى حالة استقرار كما هي الأقليات المسلمة. كيف تتابعون الدور الأممي بالتعامل مع ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد؟ وأنا هنا أتحدث عن الفئات التي تعاني، كما ذكرت حضرتك ليس الجميع يعاني، الصين كمثال. كيف تابعتم الدور الأممي في التعامل مع هكذا أزمات؟
دور الأمم عادة هو دور شكلي محدود الأثر، وعادة ما تتدخل قوى إقليمية لأنها متأثرة بشكل مباشر من عدم الاستقرار في تلك البلدان. يعني على سبيل المثال موضوع الفلبين، تدخلت أكثر من دولة وعلى رأسها ماليزيا من أجل إيجاد حل، وبالوساطة الماليزية استطاعت الحكومة أن تصل مع المسلمين إلى حلول. ولذلك إذا كان هناك دول إسلامية قوية محيطة في المناطق التي فيها النزاع، فإن ذلك سيرجح بالتأكيد كفة المسلمين ويدعو ويجعل هناك نوع من الضغط على الحكومات المحلية من أجل إيجاد تسويات من هذا النوع. الأستاذ محمد مكرم المتخصص في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك.